إذا عندكم 30,000 درهم شو بتسوون فيهم؟ تسافرون رحلة سياحية لمدة أسبوعين؟ أو تسيرون المول وتتسوقون؟ أو تأخذون لكم سيارة مستعملة صغيرة؟ أو تستثمرون لمستقبلكم أنتوا وعيالكم وتتملكون شقة في الدولة وبأقساط ميسرة؟ أظن الإجابة واضحة. استثمر في مستقبلك وتملك عقار في أحد مشاريع فام القابضة العقارية. فام القابضة لفيصل علي موسى، شقق عقارية تناسب الجميع. للاستثمار يرجى الاتصال على الأرقام التالية.